بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهاردة هنقدم لكم عربية وسط موديل 2020 زيرو، عربية فيها كماليات كبيرة جدا. عربية النهاردة هتبقى متاحة للجميع، السعر النهاردة هيكون مفاجأة لأن سعرها قريب جدا من أي عربية كينج لونج أو أسراوي. تابعونا وركزوا معنا، بس تعالوا الأول نعطر لساننا بذكر الله. سبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. العربية اسمها جيلون موديل 2020 وسط، فيها كماليات كبيرة جدا. الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده باربع فرد كاوتش، اربع جنوط حديد ليهم طاسات برضو. العربية متفيمة تفييم كامل، شبابيك جراج للعربية، الفوانيس الخلفية، الشنطة زي ما احنا شايفين كده، ادي الجنب اليمين كله من ورا. عربية وسط موديل 2020 ديزل، الماتور بتاعها 2500 سي سي تيربو، الفتيس بتاعها 6 سرعات، 5 سرعات زي السرعة خلفية. تفييم كامل للعربية. ادي الجنب الشمال الاول كله، عربية 15 راكب. تعالوا بقى نبص على الدواخل من جوه عشان نتكلم عن الامكانيات باستفاضة. نفتح كده ونخش. أرضية جلد للعربية كاملة. العربية 15 راكب. أدي العربية بالكامل من جوه. برضو نبص ورا كده زي ما احنا شايفين كده، الكراسي بتاع العربية كراسي طيارة، 15 راكب. هذه العربية من الداخل، التكييف، البرجة بتاع التكييف، تكييف أمامي وتكييف مركزي، فتحات بتاعة التكييف زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا. تسجيل بواسطة USB زي ما احنا شايفين قدام عينينا، فرامل EBS وEBD، الطارة متحركة، الإداس كهربا. العربية فيها سماعات، عربية عالية يعني شغل عالي. قلنا تكييف أمامي وتكييف مركزي للعربية، الإداس إداس كهربا، الماتور بتاعها قلنا 2500 سي سي تيربو ديزل. واسعة من جوه. العربية طولها 4 متر 84 سنتي. لا شغل عالي يعني، وبلاش يا عم، مش غالية يعني ولا أي حاجة، وسعرها رخيص جدا يعني.
عربية الله أكبر عليها يعني. العربية سعرها 330,000 جنيه، يعني لو انت جيت تقارنها النهاردة بعربية قصراوي ولا عربية كينج لونج هتلاقيها هي أرخص من أي عربية تانية، ووسط وموديل 2020 وليها ضمان 3 سنين أو تمشي 100,000 كيلومتر. البيع نقدا أو بالتقسيط المريح. كان معكم أخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون.